منظور كان بتوع خميس السبتاوي، قلتهم ازاي؟ ايوه يا سيدي، اصل هم عندهم مشاكل في ورق بتاعهم هنا في مصر. خميس بقى كان بيستغلهم، قلت اجيبهم هنا احللهم مشاكلهم واحتويهم. غلابه غلابه يا جميل اخويا. لا وانت خير قوي ما شاء الله عليك. بقول لك ايه؟ الحمد لله على سلامة حمزة. الله يسلمك يا راجل، ده انا كنت بدأت اصدق ان انت فارس. تصدق ايه يا عم؟ ما كنتش قايل لك انت وجيهان ودمنهور ومراسيكو على الحوار كله. اه بس انت اندمجت قوي في الموضوع، انت صدقته قوي يعني. اه الشخصية بقى، عيش الشخصية. وحشني البنك ده. وانا كمان والله، لكن سحلول العنب ده خنقني. طب فريدة مين؟ لا فريدة دلوقتي نايمة في سابع نوم. وانت عملت كل دوت عشان في الاخر تتجوز فريدة؟ اه بس خلي بالك ده جواز سوري، جواز على ورق بس. يعني ايه؟ ارتحي؟ ايوه. عم نشوف بقى هنعمل ايه؟ ايه ده بقى، انتوا جايين هنا تتودوا في ايه؟ لا يا قمر، نتودد في ايه؟ ده احنا بس بنتكلم في شويه حاجات كده ليها علاقه بالشغل. ده احنا نرقص بقى. نرقص؟ ده احنا نرقص ونهيص ونضحك ونلعب. اديني لو لو كان ده مش كرامه. ايوه ساكت. لو غنية انا كل كشان، لو شقية قلب عداك، لو في مرة الدنيا تمرد تلاقيني انا حلويات.